البث المباشر من ملعب سيتي اوف مانشستر. يا لها من صور جميلة هنا في ملعب مانشستر سيتي قبل لحظات من انطلاقة المباراة. ومعكم من كابينة التعليق محبكم فارس عوض، واليوم لدينا مواجهة مشاهدينا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث سيكون فريق مانشستر سيتي في مواجهة البايرن ميونخ. قلق طبيعي جدا لدى الفريقين، الكل يبحث عن الفوز والوصول للمباراة النهائية بعد خوض مشوار طويل في هذه البطولة. الآن لعبة الأعصاب على مباراتين، تدخل خاطئ قد يحصل على بطاقة. صارم جدا هذا الحكم، كرت أصفر من بداية اللقاء، واضح أن الحكم ما عنده وقت، ما يتفاهم، كرت أصفر قد يحصل عليه أي لاعب في حالة أي تجاوز. ألفونسو ديفيز بيعدي فيها، بيفلت من الرقابة بشكل ممتاز، شوف استعادت الكرة. الفريقان قدم حقيقة بطولة كبيرة حتى الآن في دوري الأبطال، تتكلم عن المرحلة الأولى في الدور نصف النهائي، تكون فيها التفاصيل الصغيرة بالتأكيد حاسمة، وأيا كان ما سيحدث اليوم لن يحسم هوية المتأهل. يتقدم بالكرة للهجوم، محاولة شكلها منظم، فيها خطورة، لكن خسر الكرة في النهاية. جوشا كيميتش على مع كيميتش، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع، حرفية سهلة في يد حارس المرمى. رياض محرز حتى الإمكانية هنا، فرصة والمساحة موجودة. الله على التصدي يا نوير، ما هذه السرعة، الكرة من مسافة قريبة جدا، لكن الاستثنائي يبقى استثنائي. هالاند بيجرب بيشوت، برافو حارس المرمى، ارتمى على الكرة بشكل ممتاز، تمكن من الإيقاف. كرة كم نوير يتصدى، واللعب مستمر الآن. برناردو سيلفا تصل لبرناردو سيلفا، ماذا سيفعل الآن؟ كرة إلى خارج المرمى، نهاية ما كانت مثالية لهذه الكرة، شوف التسديدة اللي كانت بعيدة، الوضعية أساسا ما كانت مثالية، هذه اللقطة راحت بعيد عن المرمى. سيرجي جنابري يتخلص فيها من المدافع اللي كم رقبة في اللقطة الماضية. إيدرسون يتصدى لكن ما زالت الخطورة. إيدرسون يتألق، الله على ردة الفعل. رياض محرز، جماهير الستين تحاول دعم لاعبيها حتى لا يستقبل الفريق هدف التأخر في النتيجة من أي فرصة تشابه هذه الكرة. ضغط ناجح في الأمام، دي بروين، أوه الكرة في المرمى، هدف أول في السيمي فاينل، المباراة تشتعل، التأهل للنهائي أصبح على المحك، والأجواء أكثر إثارة. شوف اللقطة مرة ثانية، ما كان في مجال لحارس المرمى لإنقاذ الكرة، تمركز في المكان السليم بدون أي مشاكل، يضع الكرة داخل الشباك. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. هجوم من الباير، فرصة من جديد لكرة التعادل. أوهو الله على اللقطة، تصدي إعجازي في الكرة. رياض محرز تدخل يبعد الكرة، تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. توماس مولر يضرب، اعتراض ناجح للكرة. جاك كريليش، دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. رياض محرز، أي رؤية أي دقة. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة،
الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة. نعود مع أحداث الشوط الثاني من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. يفقد الكرة. نشاهد فرصة في هذه اللحظات. تحول الاستحواذ بعد محاولة كان واضح أنه ممكن تشكل خطورة. ممكن هجمة مرتدة الآن. رياض محرز. الدفاع لازم يتراجع لمنطقته لتصدي لهذه الكرة المرتدة. فأول مصلحة السيتيزنز. أعتقد ستلعب بشكل كرة عرضية في هذا المكان. رودريجو يستخلص الكرة وينهي المحاولة. شفنا أداء كبير من جانب كيفن دي بروين في الشوط الأول، أبهر من خلال الجميع. سجل هدف مهم لفريقه. هذه فرصة أمام هالاندلان. الحارس يخرج من مرمى ليمسك الكرة. رائع في قراءة الفريق الخصم. إيرلينغ هالاند. نظرة مختلفة دائما من دي بروين. الله على التمريرة. الله على هذا التصدي. هكذا يجب أن يكون التحليق وإلا فلا. ممكن أن يأتي الحل من البدلاء. هذا اللي يفكر فيه المدرب، تبديل تكتيكي في هذه اللحظات. أثر الإصابة واضح عليه والمدرب ممكن يجري تغيير الآن. ألفونسو ديفيز ممتاز في الضغط العالي. توماس مولر. مولر باتجاه المرمى. كرة عالية لكنها لا تشكل أي خطورة. تصدي سهل من إيدرسون. كرة تصبح في سيطرة الفريق المنافس. بايرن ميونخ يهاجم الآن. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. برافو حارس المرمى. شوف التصدي، وقف الكرة بشكل ممتاز. كيف ضاعت هذه؟ كيف راحت؟ كانت تحتاج شوية تركيز. كان ممكن يسجل هدف في اللقطة الماضية. أوهو الله على اللقطة. شوف كيف مر، شوف كيف عدى من الدفاع. الله على التصدي من مانويل نوير. بينية لكن أقرب لحارس المرمى. بعد تمريرة سيئة. الوقت يمر سريعا على الباير وما زال البحث جاريا عن التعادل. كرة مقطوعة، هجمة تنتهي. ضغط ناجح في الأمام. توماس مولر. عادت الكرة إلى مولر. كرة بيخلصها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. مستحيل هذا التصدي. تصدي يمنع التعادل في المباراة في هذه اللحظات الحاسمة. ما زال التقدم من نصيبهم. ندخل الآن في الدقائق الأربع الأخيرة من هذا اللقاء. المدرجات تشتعل في هذه اللحظات. الله على هذا التشجيع. جمهور في منتهى الروعة. شوف الدعم، شوف الحافز للفريق مع كل كرة. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. مستحيل، مستحيل. في آخر اللحظات، في الوقت الأخير، هدف التعادل يأتي يا رب. نشوف الهدف مرة أخرى. يا لها من كرة كانت. كرة التعادل في وقت قاتل والتعامل مع الكرة بشكل مثالي دون أي تسرع. هدوء وتحكم في الأعصاب وإنهاء الكرة في الشباك. هدف التعادل إذن. هذه هي صافرة نهاية المباراة.
والتعادل سيد الموقف اليوم، يعني بأننا سننتظر الإياب لحسم الأمور